أوكا. أنا أوكا وده أورتيجا. أوكا أورتيجا وشحة كاريكا. حبيبي منورنا بنورك يا باشا. عايزينك تكلمونا الأول بقى عن فيلم اللي هو فيلم العيد 8%. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كان دورنا عبارة عن 3 أشخاص بيحبوا شخصية في الفيلم، بيحب واحدة وكل واحد بيعمل في التاني مغرز أو مقلب عشان يلفت النظر ليها إن هو أجمد منه وأجدع منه الكلام ده. فموقف كله أصلا مع التلاتة كوميدي، يعني كل ما واحد يجي يعمل حاجة في حد وهو كمان بيتقفش. يعني انا دلوقتي وراها بعينيها ان انا ما ينفعكيش، يبقى في اوكا وشحته. راح شحته بيع اوكا ان اوكا ما يبيعكيش عشان عنده اخوات وكذا وانا اللي قاعد لي. فجاه يكون شحته مش عارف راح عامل ايه. يعني الموضوع كله بيتكلم عن مواقف كوميدي وعائلي وايش تعني في الاخر ما حدش اتجوزها ولا حد ولا اتجوزنا ولا اي حاجه. ضحكت علينا ضحكت علينا. احنا هدفنا نفرح الناس وما فيش كلامنا ما فيش ولا اسفاف ولا الكلام ده خالص. احنا في البوم نازل ان شاء الله يعني كمان 15 يوم. معانا كريم محسن، معانا محمد نور، توما بيوزع لنا فيه، معانا بوسي، معانا استاذ مي سليم. يعني لو احنا وحشين الناس دي عمرها ما تيجي تغني معانا، ولو احنا وحشين عمرنا ما ياخدونا اوبريت لمصر مع موبينيل. فلما اعمل حاجه عدوا وحته بتاعتنا بالاخص اللي تعلق مع الناس ويمكن بتعلق معاك انت شخصيا لما تيجي تسمعها مع اي حد. طب احنا وحشين بقى في ايه؟ يعني من ايه؟ لو احنا وحشين ما كانش حد طلبنا في حاجه زي كده، لكن احنا سيبنا على ربنا. المنصور جاله من ناس من وسط البلد طبعا، تبع مصطفى بيه ابو حجر وحسام المهدي تبع براما. فجيت اتصل بوليد، وليد خدنا رحنا قعدنا هناك عمل لكم فيلم اهو من هنا لهنا. بس لنا الدنيا ماشيه، اتحجز لنا في مكان قعدنا نتدرب على التمثيل والكلام لحد ما ربنا وفقنا وكرمنا. اغانينا احنا لا، بس المشكله اللي الناس هو هقولها تاني وثالث ورابع، في ناس يا جماعه زينا تانية بيغنوا مهرجانات، بيغنوا اغاني فيها اسفاف ماشي. فالناس ما تنسبش الاغنيه دي لأوكا أورتيجا، لان الناس عارفه ان أوكا أورتيجا بتاع مهرجانات. فاي اغنيه بتتسمع الشبشب مش عارف ايه فكله بيقول لك أوكا أورتيجا. يا جماعه اقسم بالله ما احنا بنتكلم عن الحسد، بنتكلم عن الفلوس، بنتكلم عن الفقر، بنتكلم على نفسه يبقى غني، بنتكلم على الاناني، بنتكلم عن الحاجات دي. لو دخلتوا يا جماعه اغانينا على اليوتيوب هتعرفوا احنا بنتكلم عن ايه. باذن الله في فيلم تاني جاي باذن الله، انا اوكا وشحته، ومعانا كاست من النجوم طبعا الناس. بس يعني حسب ما سمعت، يعني حسب ما سمعت لسه في الكاست اللي جاي كان مين يا شحته؟ استاذ حسن حسني واستاذ عيسى ابو عوف واستاذ عبله كامل. يعني دول اللي جم في وداني يعني من الكلام مش عارف، لكن ما اعرفش لسه. لا بس هنوضح لكم يعني باذن الله. باذن الله احنا وصلنا له عن طريق الغربي. يعني انت احنا بنتابع اتنين في حياتنا بنعشقهم، سولجا بوي وليل وين. الاتنين دول يعني احنا ممكن تسمع اغاني عندنا مصري بتاعتنا احنا مهرجان زي نفس التراك بنفس اللحن بتاع الكلام اللي ليل وين عامله. يعني تلاقي احنا هو بيغني انجلش، بناخد طريقه الغنى بتاعه مع سنه البيزا بتاعته والطريقه ماشيه ازاي بننفذها عندنا بالغربي، وبنكتب الكلام البسيط بتاعنا بتاع اللي هو على لسان الشارع وبنغني بنفس اللحن. فاللحن بيوصل للناس بسرعه لانه مميز، لان الغرب متفوقين بحاجه زي كده. تلاقي اي اغنيه بيعملوها تلاقيك تقعد تتسحل معاها، فاحنا بناخدها بنقلبها بس بنشيكها احنا بطريقتنا احنا الشرقي، فبتوصل للناس ان حابين الطريقه، لان احنا مش واخدينها من واحد فاشل يعني حد عالمي. فلما نعملها اكيد في ناس بتسمع يعني مزيكا، وناس بتسمع هاوس وريجا، وناس بتسمع وبره بينزلوا لي. عملنا حفلات ولسه هنسافر، لسه باذن الله في لندن وفي امريكا باذن الله. باذن الله في باذن الله اللي جاي في الكويت باذن الله، وهنطلع من الكويت على الامارات، من الكويت على الامارات، بعد كده نرجع القاهره، بعد كده نطلع على لبنان برنامج وحفله، بعد كده نرجع، بعد كده لندن بقى ان شاء الله، بعد كده امريكا. جيشي تعظيم شعبي الجميل، يا بلدي يا مصر يا بلدنا ام النيل، جيشها معاها في كل مكان، انا نحاميها في اي اوان، لو شفت خيرها ما تشوفش غيرها. صح استاذ.
البلد دلوقتي بصراحه يعني الجيش صراحه كتير قوي. الجيش الله يبارك له والله. الله يبارك له. البلد نتفت عن الاول واحنا حاسين. وبالصلاه على النبي 3 اشهر بالظبط البلد هتبقى احسن من الاول. الناس ما بترحمش وكان اللي حصل ما حصل. الكل شديد حيله على بعض وفاكر نفسه بطل ومحدش فاهم حاجه. بالليل الشمس والصبح اهدى بس كده. بالليل الشمس والصبح قمر. وبعد ما عملوا العمله يقول نصلح اللي انكسر. ما تري دماغك نفط فكك تريم الباقيين. ربك كرمك حطك مختارك مين اللي شبعانين. اكملنا عايشها لنفسي والكل ده تحت دراعي. انا عايش حلو ومرضي ولا حد شغل دماغي. محر تكسبني كتير مشيها معايا تمحير. ولو انت لسه صغير تتعلم معنى التقدير. ولو انت لسه صغير تتعلم معنى التقدير. الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل. الكل شديد حيله على بعض وفاكر نفسه بطل ومحدش فاهم حاجة. بالليل شمس والصبح قمر. وبعد ما عملوا العملة يقول نصلح اللي انكسر. حبيبي حبيبي ربنا يخليك. حبيبي ربنا يخليك. احنا اسعد طبعا. والله واتمنى ان شاء الله باذن الله كتير 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 ونعرف الناس عيننا من الناس اصلا طبعا. احنا بنحب شعبنا وبنحب يعني الفئه البسيطه قوي. وعلى فكره بنحب اللي بيكرهنا. دي اهم حاجه عشان اي حد بيكرهنا مش طايقنا احنا بنحبه. احنا بنحبه والله. والله بس حبيبي ربنا يخليك.